السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي وصلاة وسلاما على حبيبي وحبي سيدي وحبيب قلبي ونور درب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لي الفخر والشرف سيدي أن أكون موجود مع حضراتكم هنا، ولي الفخر والشرف أن أكون خادما للجناب المحمدي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد المباركة. وإن كانت اللغة مختلفة فلغة القلوب واحدة سيدي، ويعلم الله ما في القلب من حب لكم. ودائما نقول أنه نزور إندونيسيا حتى نمدح رسول الله، فنرجع منها ملأى قلوبنا ملأى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كلمة جامعة شاملة لما يحمله القلب من معاني أكوت شينتا كليانو. الله يحفظكم الله يحفظكم. خير البرية نظرا نظرا طي ما أنت إلا يا طه كنز العطية خير البال نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيد كنز العطية حبيبي يا نور عيني يا